مرحبا بكم على قناتنا DZT USA. اليوم سوف نتحدث عن CR1 فيزا، وهي فيزا الزواج. وقبل شرح فيزا الزواج، فلنقارن فيزا الزواج CR1 وفيزا الخطوبة K1. فيزا الخطوبة K1 تسمح للخطيب أو الخطيبة بدخول الولايات المتحدة وأمامهم 90 يوم للزواج. بعد الزواج يتم طلب تصحيح الوضعية. فيزا الزواج CR1 تسمح للزوجة التي تم الزواج بها سابقا للدخول للولايات المتحدة بصفة الإقامة الدائمة. في الحقيقة هناك نوعين من فيزا الزواج CR1 وIR1، والفرق الوحيد بينهما هو مدة الزواج. إذا كان الزواج أقل من سنتين يتم طلب CR1، وإذا كان الزواج أكثر من سنتين يتم طلب الIR1. فيزا الخطوبة هي أسرع بسبعة أشهر عن فيزا الزواج، وفيزا الزواج تكلف أقل من حيث الرسوم $700 أمريكي. إذا أردت مشاهدة شرح فيزا الخطوبة K1 يمكن الضغط على الروابط في الشرح أسفل الفيديو. أولاً، العملية تأخذ من 9 إلى 13 شهراً بالتقريب للCR1 فيزا. يقدم الزوج الطلب إلى USCIS. عند المصادقة يتم بعث طلب إلى NVC. The National Visa Center يتصلون بالزوجة ويطالبونها بتأكيد Choice of Agent، وهو إجراء إذا كانت ترغب بإعلام الزوج بكل وثائق والمراسلات بينها وبين مصلحة الهجرة. عندما تتلقى NVC هذا التأكيد، يتم الاتصال بالزوج والزوجة عبر البريد الإلكتروني. يطالبون بـ Affidavit of Support، وهو تصريح الضامن ورسوم التأشيرة والمعاملات. وعند دفعها، عندها يتم طلب آخر لـ MVC يحتوي على وصل تسديد الرسوم، الأوراق المدنية، شهادة السوابق العدلية، والضمانات المادية. عند قبول طلب من NVC يتم إرسال الطلب إلى السفارة الأمريكية ببلد الزوجة لترتيب موعد المقابلة، وبعدها بأسابيع القنصلية تتصل بالزوج والزوجة بمجموعة من الخطوات حول التحاليل الطبية والأوراق المطلوبة للمقابلة. القبول أو الرفض يتم عند المقابلة. عند القبول يتم أخذ جواز سفر الزوجة لطبع فيزا الزواج عليه. نرجو ترك كل استفسارات على خانة التعليقات، وأمل الرد على جميع الأسئلة إن شاء الله. أرجو ضغط لايك وسبسكرايب ليصلك كل جديد يخص أي نوع من الفيزا والحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. وشكراً.